سالح يا ولادي مواطن سالح. الو السلام عليكم. الو صباح الخير خويا. الخير. وزارة التشغيل. اي. مرحبا بيك. بالله انا عندي ولدي. تسمع فيا خويا؟ اي نسمع فيك. اما لحظة قبل ما تقعد تحكي، اليوم وزارة مسكرة. اي. وان شاء الله الاثنين. قلت لك حبيت هكاك استفسار وذاك هو منك انت وليدي باش نهار اثنين يجيك على قاعدة صحيحة. مرحبا بيك. يعيشك. نا عندي ولدي. اي. قرا بعد الباك 6 سنين. اي. ويخدم عند مقاول تو. اي. تفهم فيا؟ وعملنا نحن الدوسيات وكل شيء. لكن ما قام معناها ما بعثولوش. خذيت له شوية تاي ومعناها ما لازم معناها كما نقولوا نحن جازوز وتاي وكل شيء. ينجمش ينصب قدام الوزارة غادي يبيع. والله صعيب يا حاج. ها؟ صعيب. علاش؟ يعمل طويولة، يعمل طويولة، فهمتني؟ وما يقلكمش. أنا يبيع شوية سندوتشات، يبيع شوية تاي، يبيع شوية معناها جازوز، وهذاك هو معناها من 8 نص النهار. يا باب. ها باب. ما ينجمش علاش؟ خاطر لازم إجراءات قانونية باش يحل أي حاجة. ما لا باش يحط كيكة طاولة هذاك هو. ما ينجمش حاجة، ما ينجمش. خاطر وليش يا وليدي؟ هاو قرا ما لقاش خدمة، شو يعمل المال؟ والله يا حاج ما عندي ما نجاوبك. ما ينجمش حتى يحط طويولة يا رسول الله وباراسول يبيع. يا رسول. يا حاج. ها باب. والله ما ينجم، ما نعرفش، أنا ما نعرفش. أنا قلت معناها كان أنت تخدم غادي. تفهم فيا؟ تو نعطيك حوايج انا وتعس عليه، كان جو معناها هدوا عليه جماعه الحاكم ولا كذا تزفر له. تحكي بجدك يا حاج؟ والله نحكي بالرسم. يا حاج يرحم والديك. ها وليدي هاو دق على البيبان الكل ما ثماش خدمه. اي انا شنعمل له يا حاج؟ مالي علاش تقروا فيك؟ ما كنت وزاره التشغيل. استغفر الله ربي حاني. يا حاج. ها باب. يا حاج خلينا مسلمين انا اليوم، ربي معك يا حاج. علاش يا اخي مشنا مسلمين نحن؟ يا حاج ربي معك. تونا لقيتك انت يا وليد حليل هيك تفسر لي، تزيد تتغش عليا. اخي تحكي في حكايه غالطه، مره اقول لك انصب، مره اقول اعطيه فلوس وعس عليه. خير انا نخدم على اساس عند ولدك؟ لا ماكش عند ولدي. لا ما سيدي ما تخدمش علي على اساس، اما قول لي لو قاتلي شو فيه المديرين اعطيني البلان. ما نعرفش. باش هو يلم السلعه ويقطع. بجرب. يا حاج. ها باب البي. ربي سهل لك. يا اخي لا تخدموه، تخلوه يخدم. مقاول. شنو هو؟ قلت يخدم مع مقاول. يا اخي ولدي باك بلس 6 ويخدم مع مقاول يا رسول الله. شنو نعمل له اخي؟ نجيبه على ظهري نخدمه، شنو نعمل له اخي؟ ما وعاون وليدي انت هاك ولد حليل. احسب ولدك. ولد حليل، لا شنو نخرج انا خدمته ويجي يخدم في بلاصتي. لا لا ولا كان تحب تقسمه للجمعه، جمعه معناها كما قلت ثلاث ايام يخدم، هو ثلاث ايام تخدم انت. جرب. والله وصحح لك ورق. حاج. ها باب البي. ربي معك، السلام عليكم. يا وليدي البي. راهو تليع بالمصروف، راهو عمره 32 سنة ولتو ما كون حد شيء راهو. أنا شنو نعمل؟ يعاون. ما نعاونش. علاش وليدي؟ هلا غال. نصبه باش يحل نصبه قدام وزارة التشغيل. يا أنت الله لا بليش. أنا ما نحطش روحي في بلاصة حتى حد. ليش؟ خاطر في صنعتي ندل على عند أي واحد. كان هو يحب يخدم، طيب شوف حتى أي خدمة، راه الخدمة ماهيش عيب. ماهيش عيب قلت لك يا أخي، أنا قلت لك حتى مع بناية راهو يخدم. يخدم، خدم مع بناية، يخدم مع مقاول الحمد لله وقلبه، وخدم مع بناية الحمد لله وقلبه، وخدم دهان وحمد لله وقلبه. عاد قلت نبعثوا قدام. عاد هو اللي يقلبوا فيا، أنا شنو نعمل؟ إيش نعمل أنا تو وليدي؟ هي برا نجح. أنا قلت معناها يا رسول الله. أنا قلت يجي قدام وزارة التشغيل على الأقل أمور قانونية. هان وزارة التشغيل معناها تساعد على الشغل معناها. انا وزير بنخدم في نخدم. ايه موظف تخدم غادي. ايه عادش بيه موظف. ايه. ايه موظف نخدم في العباد انا. مالا في شكون تخدم؟ مالا شكون باش تخدم؟ ما نخدمش خويا العباد. مالا ها. نخدم على روحي وفقط. ايه مالا عندنا عباد مشي ماخذ الباك وتخدم. وعباد ماخذ الباك وقارية 6 سنين. انا مشي ماخذ الباك ونخدم. هاك انت كيفاش تخدم؟ علاش تخدم؟ هي نخدم هذا ربي ناب علي بخدمة. ايه وغيرك. ايش نعمل له غيري؟ يعاونوهم. يا حاج العباد فدت راي. اسمعني يا حاج اسمعني. ها مش احكي معاك بجدي، مش قاعد نفدلك ولا نعدي. قول انا نفدلك. انا كان بمقدوري باش نعاونه، انا قلت لك نعاون. يرحم والديك. باش نعاونه باش نعاون. مالا يجي نهار اثنين. ها؟ يجي مالا نهار اثنين. وين يجي؟ يجي معناها يجي ينصب النصب نهار اثنين. يا حاج. ها باب. يرحم والديك. يرحم والدين والديك. برا عادي وقيت على حد اخر. يا رسول الله يا اخي شكون باش تطلب مالنا؟ بالله قول شكون باش نطلب؟
برا اشكي ربي. كيفاش تشكي ربي وليد؟ يخشاك وربي معروف هذيك وزارة التشغيل مالش دي خدمتها مال. بالله يا حاج. نعم. براس ميم. هاي. براس ولادك. براس وليداتي. اخرج من مخي. يا ولدي دخلك مخك خلفك بالتليفون تو. يا حاج. ها باب. علق التليفون ما خلينيش نقول كلام اخر. كيفاش نعلق؟ علاش نعلق؟ هل نحكي معاك انت ما نعلقش على عبيدنا. اه واش نعلق عليك انا؟ ليه؟ يا خويا انا يا رسول الله يا ربي حني يا حاج. ها باب. ايش هدتها لي يا حاج؟ هي بعد حاج. الله لا حاجين. كنت عادي في القايت ولا شنو وضعيتك؟ يا ولدي هاني انا نطلب فيك وانت تو داخل فيا ولد عم. انت تطلب مثلا نطلب. ها؟ ودي انت طلبتني هناك. انا طلبتك. ها؟ شهرام. ها بتروح. يا ولدي انت طلبتني. شهرام. يعجبكش تو؟ ولد عمي لاباس. يا حاج. وشكون عطاك المرويه؟ شهرام. ولا. ليه؟ ولدي شكون عطاك المرويه؟ تفضل اش حاجتك؟ زاد. لا اله الا الله. يجين هذا اثنين ولا؟ يا حاج. ها باب. يا حاج. ها. نعم. اه يجين هذا اثنين ولا وين يجي يوسف قدامكم ولا جرب ولا يا ها اثنين ها اني انا الصباح ها كواحد لازم ما فشخ سلعه ما لبسها له كاسكروت نعمل هو كاسكروت هناك لا ما ملوح والله ما يجي مع ولدي صادق الا ما يفشخ حتى جرب هي غير خرج له برك هذا اثنين مال يا حاج ما تعرفش ولدي صادق انت كاتريام دام والله كاتريام دام دامه هاي انطقها صحيحه يا حاج شنو انطقها صحيحه؟ ايش الولد تقول له شنو الكاتريام دام تقول لا لا نعرفها كاتريام دام وعنده سبته سبته الكحله سبته الكحله اي خانق كبير يرحم والديك ودينا وديك تو تشوف مال خرج له نهار اثنين مال وقول له ما تخدمش مال يخدم بعرق جبينه مال لا لا تخدموا العباد انا ما نخرجوش ما نخسرش عليه حتى تلفيته اي ما تخوف والله انا ما نخوف اي لا خرج له مال يا حاج يا بابا يا حاج يا بابا يرحم والديك يرحم والدين والديك براس ميمتك براس ميمتك خباب بغايو معايا خباب بغايو معايا يا ربي معايا بيه